الكلمة الآن لمستضيفنا جميعاً الشيخ عواض بن عوض العضيل المطيري، ترحيباً بضيوفه الكرام وبالجميع، فأهلاً به. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه أجمعين ومن اتبع أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، مشايخ القبائل، حفلنا الكريم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، التحية الخالدة، أحييكم جميع، فأهلاً وسهلاً، أحياكم الله. أحييكم بالتحية الوافية، التحية الطيبة، حيا الله ضيوفنا الكرام، تحية سلام ومحبة وتقدير. حيا الله ضيوفنا الذين تجشموا عناء الطريق وما شاق السفر. وأتوا من كل حدب وصوب، فأهلا وسهلا وحيا الله الجميع، أستاذا وشيخا كبير وذو جاه وصاحب علم، فمرحبا ترحيب المطر، أهلا وسهلا وحياكم الله. ضيوفنا الكرام، حللتم أهلا ووطأتم سهلا. ضيوفنا الكرام، حللتم أهلاً ووطأتم سهلاً. ضيوفنا الكرام، حفلنا الكريم، إن القلوب تبتهج وتفرح هذه الليلة بشوفتكم وبحضوركم لنا في حفلنا هذا الكريم الذي ابتهج بكم وبحضوركم، فأهلاً وسهلاً. ضيوفنا الكرام، بوفائكم وبعطائكم لقد ضيفتموني وأنا صاحب حفل، وأصبح المقال ولسان الحال يلهج بالفرح وعبارات الترحيب، فأهلاً وسهلاً وحياكم الله جميع. حفلنا الكريم، يسعدني ويسرني تلبية قبيلة الثعالية لهذه الدعوة المباركة، ممثلة بشيخ قبيلة الثعالية الشيخ مصلح بن ذعلي، والشيخ ضيف الله القاضي، والشيخ صالح بن محمد، والشيخ صقر بن زايد، والشيخ ناصر بن نهار القاضي، وكافة أعيان القبيلة وصحبهم الكرام الذين لبوا مطلبي واستجابوا لدعوتي وشرفوني أجمل تشريف بحضورهم، فلهم مني أجمل وأجزل الشكر والتقدير. حفلنا الكريم، اسمحوا لي أن أرحب بالشيخ صنيتان الضيط الذي زاد حفلنا سروراً بحضوره لنا، فله منا الشكر وجزاه الله خيراً. كما أستاذنكم بأن أرحب بالأمير محمد بن بيريك، أمير حرب
فجزاه الله خيرا وشكر الله سعيه على هذا الحضور. ضيوفنا الكرام، استاذنكم لارحب بكل من اتى ولكل من شرف حفلنا، فاهلا وسهلا وحياكم الله تحيه تزهو برؤيكم برؤياكم وبحضوركم لنا. كما اكرر الترحيب بضيوفنا وبجميع من حضر من جميع القبائل. حفلنا الكريم، اسمحوا لي انا اتقدم بجزيل الشكر لاخي الشيخ سعد ابن عبد الله الثعلي صاحب الفضل بعد الله في هذا الجمع المبارك. وفي الختام ايها الحفل الكريم، استاذنكم لاشكر من حضر من شيوخ قبيلة أمطير وعلى رأسهم الشيخ مسفر بن زايد شيخ قبيلة العضيلات، والشيخ تركي بن عجمي بن قطيم، والشيخ نايف بن حبيريص، والشيخ غازي بن عطله بن بنش، والشيخ ناصر ابن بنش، والشيخ فهد ابن مذيكر ابن فهم، الذين تكبدوا عنا السفر وأتوا لحضور حفلنا الذي أقمناه لقبيلة الثعالية من عتيبة ولجميع من حضر. ضيوفنا الكرام، أرجو أن تسمحوا لي لأرحب بكل من أتى، وعلى وبذكر كل قبيلة، وهم قبيلة حرب، قبيلة المجانين، قبيلة جهينة، قبيلة سليم، قبيلة السبعان، قبيلة البقوم، قبيلة زهران، قبيلة الشمران الشمراني وعلى رأسهم سعادة العميد سعد الشمراني، ومن حضر من جميع القبائل فجزاهم الله خيرا، لبوا طلبنا وأتوا ليشاركوننا فرحنا، فلهم منا جزيل الشكر. أخواني، لن أعد خطاب ولكن ابتهلت من خاطري، فاللي في خاطري أكثر ولكن ينقصني التعبير. والله أني ودي أرحب بكل رجال، والله أني ودي أرحب بكل اسم شخص وقف أمامي، أرحب بإخواني بشيوخ بني حارث، وأرحب بالجميع، أرحب بالجميع، أرحب بكل من حضر من كل قبيلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.